هذا الفيديو هو موجه للفنيين، هو موجه للأشخاص اللي خارج نطاق سطحي، يعني خلينا نقول زي ما الفيديو هذا تقنية لغير الفن، صغير. طيب فكرة إنه يكون في مشروع تقني، خلينا نقول تحديدا في الموبايل وفي الويب، كثير ممكن ناس قاعد تفكر فيها، ممكن حتى الآن في ناس بيفكروا ويخططوا في الموضوع، لكن يعني ما هو عارف، يعني في شيء ببلاش، في شيء رخيص، في شيء غالي، فكرة المشروع عنده ممكن ما هي واضحة، هو عنده هدف بس ما ينفصل بالشكل اللي هو الناس معه، ممكن يكون خاض تجربة لكن بيخش على لما يخش بالسوق ويخش المؤسسات وهذا يحس انه هو حاسس، تمام، يحس انه مو شيء اللي هو، تمام، ولكن يفرض عليه حل، تمام، قد يكلفه هذا الشيء البزنس تبعه، قد يكلفه هذا الشيء خسائر معينة، وقد ممكن تمشي العجلة وتنجح العملية تمشي، ولكن هو لا زال ما مرتاح، ما وصل للقناعة والراحة اللي هو يحتاجها، اللي هو يدور عليها، اللي قدامه عندهم حلول صحيحة، وهو عنده رغبات أكيد صحيحة، وإن كانت غير مقنعة عن الآخرين، لكن هي الحاجة اللي هو يدور، تمام؟ هذا الفيديو هو للشخص هذا. طيب خلينا قبل ما نبدا نتفق على بعض الاشياء. الحاجه الاولى انت عندك دائما الهدف في النهايه، الهدف انك توصل للتوفيق، تمام، توصل للابلكيشن، خلاص. لما يكون عندك تطبيق واحد مركزي واحد فقط، فانت تتكلم عن تطبيق. لما يكون عندك اكثر من تطبيق فانت تتكلم عن نظام. فلما نقول تطبيق هو تطبيق له هدف محدد، له هدف محدد، بينما النظام هو خلينا نقول منهج عام يشمل عدة تطبيقات مترابطة مع بعضها. مثلا مثال الأنظمة اللي هو مثلا الـ ERP، في أنظمة مثلا طبعا هذه الأنظمة أنت عارف عليها اللي هي الـ ERP ونظام اللي هو شركة المساعدات، لأنه في أكثر من تطبيق. في بعض الأنظمة غير معروفة، لأنه مثلا تروح لجهة معينة أو شركة معينة تحصل عندها عدة تطبيقات لكن مرتبطة مع بعض وتعمل بتكافؤ، تمام؟ ما لها اسم، بس هي يقول لك النظام عندنا كده، عندنا برنامج فلاني، برنامج فلاني، برنامج فلاني، لكن كلها مع بعض بتكون نظام، كلها مع بعض مشمولة بتكون نظام، كويس؟ فأنت لما هتبدأ أول حاجة يعني تبدأ إنك أنت خذ التجربة مهمة، لأنه مهما حضرت وناس شرحوا لك وشفت وسمعت غير إنك تجرب ما راح يتولد النفع، ودائما خليك وعدك مهما كان كل اللي حواليك يضغط عليك أو يفرض عليك حل، خليك وعدك من ارتياحك أنت للحل، بس
ارتياحك انت للحل هو الاساس. تمام؟ فلما تقول نظام اللي انت هتبدا تسوي نظام، يا انها تكون في مرحله لاحقه تمام؟ او انك تكون اوريدي خلطة تجربه والان خلاص جاهز وعارف ايش هي الاتجاهات اللي عندك وايش هو النظام اللي احسن. هذا عشان تبني نظام كامل، هذا موضوع يعني الواحد مشروع يعني تدرس دراسه وتعرف ايش معطياتها هذه مشروع. بس اليوم حنتكلم عن التطبيق يا سيدي الفاضل. انا حطيتها بالاحمر عشان تكون عندك واضحه، وحاعتمد اني انا لما اجي اشرح حتعب التقنيه وحاجي في مجال على الاقل انت تعرفه عشان اقرب لك وجهه النظر. تمام؟ ايش هو التطبيق؟ التطبيق دائما هي مدخلات ومخرجات. تمام؟ عندك شيء مثلا واحد جاب استماره. تمام؟ الاستماره ايش يسموها؟ ابلكيشن. يعني قبل الكمبيوتر وقبل اي حاجه. عندك استماره عبيتها، انت كده عبيت ابلكيشن. فايش هو الابلكيشن؟ معناته انت عندك استماره لادخال البيانات. هذا تطبيق. التطبيق هذا بعدين يخش، ممكن هو تطبيق واحد او ممكن نظام. انت شوف في الحياه العاديه قبل ما يكون في كمبيوتر. بالمناسبه اي شيء موجود الكمبيوتر دخل فيه هو حسن اداؤه وانه كان موجود من اول. فالتطبيق موجود من زمان، بس الفكره انه اخذ شكل مختلف واحسن وفيه. بس تمام؟ طيب فعندك المدخل دائما، المدخل تمام؟ المدخل دائما عندك ايش؟ دائما يكون استمارة الإدخال، استمارة الإدخال، في النهاية كان الإدخال. في المخرج ايش عندك؟ في المخرج عندك نتيجة الإدخال تمام؟ العملية تمام؟ انت لما تروح الصراف تدخل الطاقة تدخل وتضغط، انت كده أدخلت تعاملت مع التطبيق، التطبيق ايش اعطاك؟ اعطاك نتيجة، سحبت فلوسك من الصرف. هذا ابسط مثال. لما تروح المستشفى تعمل استمارة انك انت سجلت، بعدين يعطوك بطاقة تسجيل. تروح في نادي نفس النادي. التعامل اللي هو انك انت عندك معاملة، انك انت عملت اجراء وصار عندك نتيجة، هذا هو التطبيق. خلاص؟ الآن خلينا نتكلم عن تطبيق بسيط. مثلا خلينا نتكلم عن وسائل اس ام اس. هذا أبسط تطبيق موجود في جوال كل الجوالات من زمان. لكن ايش هدف التطبيق؟ انك انت بتدخل نص وبترسله لشخص ويوصل له، لو العكس بيجي رساله. طيب كتطبيق يعني كمفهوم، لما تيجي تقول برنامج رسائل نصيه اس ام اس، الكل
يعرف كمعرفة تمام ايش هو الطبيب ده؟ الكل يعرف. الفرق اللي بيحصل ايش؟ ليس رشوة في معرفة هذا دائما عام وفي كيف هذه خصوص خصوص شوف الشيء العام الكل يعرف فلان يتغدى كل عام بس انت ايش تتغدى فلان ايش يتغدى فلان ايش يحب هذا ايش يحب مطعم فلان في قاعدة الغداء ايش عنده هذا المطعم في قاعدة الغداء يختلف فهنا يعتمد انت و التطبيق الاستنباط الغار على اي كيفيه الكلام مش في المعرفه الكل يعرف كلنا نعرف المسلمات ولكن الكيفيه هي الاهم نفصل اللي هو يخليك انك انت تكون راضي عن التطبيق او التطبيق هذا ممكن يكون جوال ممكن يكون ويب ممكن يكون سيستم ممكن يكون باي صيغه بسبب طالما انك انت راضي عنه وراضي عن اداءه وجاب نفس الكيفيه التي تبغاها ونفس الاريحيه التي تتناسب وضعك واحتياجاتك الأساسية هذا شيء مناسب لك وإن لم يناسب الجميع فالأهم من أنك تحصل على التطبيق أو النظام أن يكون مناسب لاحتياجاتك وهذا هو أهم حاجة في التطبيق اللي هو يحدد احتياجك انت ايش هو انت احتياجك ايش هو فلو انت احتياجك كان من الكيف اذا كانت الكيفيه تنفيذ التطبيق اللي انت طلبته بالمواصفات اللي انت تحتاجها اذا كان مهم بالنسبه ليك راح تضطر اذا انت ما حصلت على شخص بنفس ظروفك بنفس احتياجاتك بنفس تطلعاتك نفذ نفس التطبيق فانت تضطر انك تعمل شيء اسمه خاص خصوص خاص تفصيل التفصيل دائما مهم وقد يكون مهم جدا تمام قد يكون مهم جدا طيب فنفرض اذا كان انت روح في العموم في العام والله انت تبغى برنامج محاسب وقت في العام نزلت السوق كل العام تمام يكون على كيف ايش؟ على كيف مين؟ على كيف صاحب المشروع اللي هو غني على كيف مين؟ على كيف المستهلك اللي في السوق تبعه هو فين؟ هو مثلا خلينا نقول في فرنسا مثلا فهيعملها على
التناسب اللي يناسب الطبيعه المحاسب الفرسي. ما اتكلم عليه انه برنامج المحاسبه يناسب انت في البلد السين، هنا اللي بيعتمد اذا كان التكليف هذا يناسبك او لا. اذا كان مناسب طبعا الشركه الفرنسيه مثلا جت عملت التطبيق كلفها كثير بس وزعت التكلفه على اكثر من شخص، وبالتالي هي بتبيعها بكيفيات يعني في تشابه نفس الطلبات، يعني في تشابه الطلبات، وبالتالي لما يجي يبيعها لفرنسي اخر تمشي تمام، نفس المتطلبات نفس الاحتياجات نفس كل شيء، ولكن يجي يبيعها لواحد صيني يبيعها لواحد لغة ثانية مثلا بيهان أو يبيعها لشخص عربي اتجاه نص مختلف قاطع برضه حيكون في اختلاف في الشكل والهيئة.